1969 الجزائر ربحت الأوسكار الوحيد لها بفضل فيلم زاد. في 2017 عندنا حد آخر باش نربحوا الأوسكار بفضل فيلم البئر ولوبي للمخرج لطفي بوشوشي. لطفي بوشوشي قدم لنا فيلم رائع افيك دي بريز دو فيو اللي وروا الجزائر والمرأة الجزائرية بأحسن صورة. أنا منال جوجام وكل طاقم بانو سيني نساندو فيلم البئر ليروح ليزوسكار ونروح نشوفوه في قاعة السينما. ساندوه معنا.